حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد عدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين. أهلا بك سيد عدنان في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. كيف تقرأ الوضع في القطاع المالي في مملكة البحرين؟ ما مدى تأثير هذه الأزمة التي تتعرض لها البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية على القطاع المصرفي المحلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص وضع المؤسسات المالية في البحرين، الحمد لله المؤسسات المالية بالبحرين ليس لها تعامل مع هذه البنوك في أمريكا، وهذه البنوك بنوك محلية، وإن كان حجمها كبير ولكن تعاملها مع السوق البحريني أو الخليجي أو العربي تعامله وعلاقاته جدا ضعيفة، فلهذا السبب ليس هناك أي تأثير على البنوك البحرينية، والبنوك البحرينية الحمد لله يعني وضعها جيد، ونتوقع أن الربع الأول من سنة 2023 سوف تكون النتائج المالية جيدة، وليس لهذه المؤسسات أي تأثير على القطاع المصرفي البحريني، وشكرا. نعم سيد عدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.